السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي القنوات الرياضية أينما كنتم في برنامجكم اليومي الملعب من السبت إلى الجمعة في رصد يومي ومتابعة لجميع الأخبار والقضايا الرياضية. والبداية مع العناوين. رئيس لجنة الانضباط يقدم استقالته ويتفرغ للأولمبية. خالد بن عبد الله يكرم أبطال كأس فيصل بن فهد. والهلال في طهران يرد الدين رغم الظروف والجمهور. برباعية الاتفاق يحقق أول انتصار في دوري أبطال آسيا. وغدا الأهلي والشباب في مهمة الحفاظ على الصدارة الآسيوية. نجران يبحث عن الفرصة الأخيرة في البطولة الخليجية. والفيصلي بطعم التأهل في مواجهة البسيتين البحريني. ومن العناوين إلى مزيد من التفاصيل في حلقة اليوم مع ضيوف هذا المساء الذين أسعد بهم كثيرا معي في الاستوديو، الدكتور عبد العزيز الخالد المدرب الوطني، حياك الله. اهلا وسهلا اخوي محمد، سعيد جدا بالمشاركه واتمنى فعلا ان نضيف ما يفيد المشاهد ان شاء الله، واحنا اسعد. ايضا عبر استديوهاتنا من جده نرحب بالزميل الاعلامي خالد قاضي. يا اخوي محمد ومسا عليك بالخير وعلى الكابتن القدير عبد العزيز الخالد، والف الف مبروك على العوده الجميله والله يدفع عنا كثير مع الهلال اليوم، لانه كان لوحه مشرفه جدا للكره السعوديه، وكان يعني المباراه الكلام عنها يكثر ان شاء الله. وكذلك الاتفاق حقيقه عوده قويه، يعني اليوم الافراح نتمنى ان شاء الله ان تتواصل باذن الله غدا. غدا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله محمد. ان شاء الله.